المرحوم عسيلة كان واحد لاعب كبير، واحد أخلاق طيبة، وكان من أروع اللعبة، وكان كنا في فريق واحد، وكنا بحال خوت، وما كان هو ما عمرو هدار ولا تكلم، وكانت عنده واحد الكرة طيبة، وكنرحموا عليه في هذا. أكيد كنشكر الجمعية اللي دارت هاد التأبين وهاد التكريم وهاد ثقافة اعتراف. شكرا شكرا سي بوقنطار، شكرا سي عزيز والإخوان كلهم ديال المجموعة، الله يجازيكم بخير. غنذكر الأسماء خصني بزاف، لا غنشكر كنشكرهم بزاف، بادرة تستحق كل احترام وتقدير. عسيلة ماشي ما داش لعاب عادي، لعاب كبير، هرم من أهرامات كرة الفضالية وديال الشباب والمنتخب، اللقب الوحيد اللي عندنا اليتيم فاز به مسكين الله يرحمه، كان أخ ديالي وصديق وأب، فعسيلة الله يرحمه. أنا كنتمنى النازي المحمدي على مستوى السلطات، على مستوى الأعيان، ونديروا واحد شي شارع عسيلة، نديروا ملعب عسيلة، نديروا شي حاجة لقد ذكر. فكنتمنى الرحمة والمغفرة لعسيلة وجميع أموات المسلمين، ما خصهاش توقف هنا. كاين عندنا كوسكوس رحمه الله، عندنا بوعبد القادر يتوبا، بوعبد القادر الخميري، ميغيل عبد الله، مجموعة من اللاعبين اللي ماتوا، بغينا بقى كل عام تبقى الثقافة هذه إن شاء الله بإذن الله. قبل ما نتكلم على السي حسن عسيلة كرويا، خصنا نتكلم عليه أخلاقيا وتربويا، لأنه واحد الإنسان اللي عشنا معاه هنا كوليدات صغار، كنظن بأن التاريخ ديالو ولا هو السي أحمد فراس كيحكي كيهضر عليهم، كنظن بأن هذه بادرة طيبة اليوم باش نتفكروا السي حسن عسيلة، لأن هذا الإنسان اللي عطى الشيء الكثير للكرة المغربية والكرة المحمدية، لأنه هاد جوج الناس هادو هما ليدونتيتي ديالنا، حنا هما الهوية ديالنا، يعني شباب محمدية. إلا ما قلتيش فراس وعسيلة راه ما قلتي والو، واخا دوزو نجوم دوزو كبار، ولكن الحمد لله حنا بقات عندنا واحد البصمة هي فراس وعسيلة. اليوم جا التأبين ديال السي حسن، كنظن بأننا كنشكر جمعية قدماء ولا صدقة ورياضة اللي جاو لباو هذا النداء كما ديما باش يجمعوا الشمل، لأن اليوم كما كنقول الإخوة اليوم جينا باش كاينة صلة الرحيم، كاين اللي كان خاصم مع هذا تصالح مع هذا. كنظن بأن السي حسن عسيلة غيدي بزاف الأجر اليوم، لأنه كان السبب في جمع واحد الشمل ديال واحد الناس. كنظن نتمنى باش تدور هذه المقابلة في واحد الجو رياضي. كنظن بأن الإخوان كلهم كنشكرهم وكنعاود نشكرهم، يعني كاع اللي لباو النداء، لأن هذا الإنسان كيستاهل أكثر. وان شاء الله نتمنوا بان هذه البادره تكون متعمه على جميع اللاعبين. نشكروا الجمعيه والاخوان اللي قاموا ب سي رادي ولا سي بوقنطار، سي سيحاني، سي محفوف، هذو الناس اللي سهروا على هذه المبادره. هذا شرف لينا بعدا، وكنشكر الجاليه المغربيه ابناء فضالة اللي بعدا كنشكرهم على هذه المبادره والشراكه معاهم باش نديروا لهاد التكريم ديال عسيلة، وهذا غيبقى ديما كل سنه غيبقى نعاودوا ونكرروا. الفكره كانت واحد لمده ديال شهور سبع شهور تناقشوا معايا الاخوان وواكبناها وحنا درناها الحمد لله، ونتمنى من الله باش تنجح هذا ان شاء الله. غيكونوا التكريمات ان شاء الله، وعما قريب غيكونوا مدربين لعابه فنانه، وغنزيدوا مازال نحسنوا من هاد الحفل هذا ان شاء الله. انا كنت كنتمنى ان عسيلة من مات الان انه يكون على الاقل المجلس الجماعي اللي كيترأسوا يتمنى اللي هو رياضي وهو رئيس سابق ديال شباب المحمديه، كنتمنى انه يحمل شي ملعب من هاد الملاعب وما اكثرها هنا في المحمديه، او شارع من شوارع المحمديه، او مرفق رياضي من مرافق رياضيه يحمل اسم عسيلة. للاسف مازال ما كايناش هذه، ربما كتدرس او ما كتدرسش، المهم كنتمنى ان هذه تكون. ثانيا كنت كنتمنى دائما ان اللاعبين الدوليين تكرمهم الجامعه الملكيه المغربيه، تكرمهم الجامعه، تكرمهم مؤسسه محمد السادس الابطال الرياضيين، تكرمهم المدينه ديالهم، لانهم رفعوا صحيح العلم ديال الوطن، ولكن ايضا مثلوا المدينه ديالهم خير تمثيل. اللي كنتكلموا على كأس إفريقيا 1976 راه فراس وعسيلة وحدادي، بلي كنتكلموا على جديدة في هذاك السمو راه مثلها بابا والشريف. إذا التمثيلية ديال المدينة حاضرة، خص المدينة بكل الثقل ديالها، بالسلطة ديالها، بالجمعيات ديالها، بكل شيء ديالها يساهموا في هذا التكريم. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، ونتمنى أن تصلح الفرق هذا الملف ديال الحمايه الاجتماعيه مع اللاعبين، لان تغيب الفرق تفكر دائما في انتدابات، الفرق دائما تتصارع من اجل البقاء، تتصارع من في الجموع العامه، ولكن اذا كانت الحكومه غاديه في واحد السياق، واحد السكه ديال الحمايه الاجتماعيه، فالانديه الرياضيه وكره القدم
بعيده عن الحمايه الاجتماعيه، بعد الارض عن السماء.